هايج بسبب التأثيرات الغير مباشرة من إعصار بيبراغوي المتواجد في عرض بحر العرب لليوم 11 على التوالي، والمتوقع أن يوم غد إن شاء الله أو مساء الغد الخميس يتجه نحو سواحل باكستان والهند، خصوصا جهة كراتشي ينوبها عليها تقريبا في الحدود، والله أعلم. وإذا شيء تغييرات بعد ترى بنخبرهم إن شاء الله. نعم، إذا شيء تغييرات حطهم في الصورة أول بأول. شوف الموي هناك، ها الحين ها بدأت موجة جديدة من الاضطرابات البحرية. طبعا مد بحري في بعض المناطق طالع البحر، وبعض المناطق فيه الكاسر هذا او المصد. ايوه الحين. فنصيحة طبعا للصيادين واصحاب الانشطة البحرية انهم يأجلون. ايوه يأجلون كل شيء في هذه الأيام، ما يدخلون البحر بسبب هيجانه. نعم، بسبب هيجانه واضطرابه. والله يحفظ الجميع. هلا شبت شبت راجع شبت دن المرعد. شوفوا ما شاء الله. فنفس ما قلنا مسبقا ان الاعصار ما راح يأثر على الدولة بشكل مباشر طبعا ولا السلطنة، ولكن بشكل غير مباشر هو ارتفاع موج البحر على طول الساحل الاماراتي والعماني بسبب تمركز الاعصار في عرض بحر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.